السادس والأخير من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر. الله هو شادق يازن خلر ديل قل اختيشر. له أربع مراتب، أربع درجات. دي درج دعونتن. الدرجة الأولى العلم، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. دحر درجة علم دعوني وإيمان دلر الله أنا ملدلهم خارتن ملدلهم يتعلم خلر. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة كل شيء. تعقشولغ درجة الله هو أمر در إشادك دعياز ده. الثالث أنه لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما أراد الله، ما شاء الله سبحانه وتعالى. قولغ درجة دعوني إذا الله الله لإني بحق دنيا نشوح تسعهم خلي شاتهم. الرابع أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة. إشتا وين خادي يشتقى الله لا يقوى الله نوعون تنعمل شقوى الله نوعون. ماذا أصنع؟ تعقدوس. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. دي درجة تاني إيمان دلس. ومع هذا أعمل. أتون تاني إيمان دلر صونغا عمل شو؟ أعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. يلزمن أهلن عمل شخ عمل شو أس جوجة أهلن عمل شخ جينا أولش. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. تا إشتا دعنا شو دوس الله هو سو أهلن يلزمن أهلن غير أولش. أجمع بين الإيمان والعمل. إشتا شهم أوش تو أسيتاني إيمان عمل. وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. الله يتاني سيدك وإلى خولد السيدك جعهن الله هو سيلزمني أهل نغوين خروي الله.